في منطقة الحيانية بمحافظة البصرة هناك معاناة منذ أيام بسبب سوء الماء الواصل من محطات الإسالة إلى البيوت من حيث ملوحة المياه بالإضافة إلى عدم تصفيتها. فلنشاهد. نبقى في هذا الإطار بعد انقطاع الماء منذ أيام في محافظة الديوانية ومحافظة القادسية. وصول تناكر من الماء لتزويد المواطنين بالماء دون معالجة للمشكلة الرئيسة التي تعاني منها مناطق جنوب العراق في كل صيف تقريبا. فلنشاهد. هاي بالديوانية 2019 اليوم جيت 10-11 مدري 10-12 اليوم ها. شوف رجعنا للتناكر 2019 مي ماكو رجعنا للتناكر الوادي شوف الوادي شوف ايوه